العشرون من أكتوبر من عام 1662 توفي الفقيه القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي من نزوة، كان ناظماً للشعر، وقد نشأ كفيف البصر، وأخذ العلم عن الشيخ محمد بن عمر وغيره. تولى القضاء للإمامين ناصر بن مرشد وسلطان بن سيف بن مالك اليعربيين. له أجوبة كثيرة، وله قصيدة في ضم أو تسكين اسم الجلالة في تكبيرة الإحرام. العشرون من أكتوبر من عام 1976 أصبحت السلطنة عضواً في منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية. العشرون من أكتوبر من عام 2008 نظمت جامعة السلطان قابوس وكلية البيان مؤتمر الإعلام والعولمة في الشرق الأوسط بمشاركة عربية ودولية. تناول المؤتمر 30 ورقة عمل ناقشت تأثير العولمة على الثقافة والهوية. العشرون من أكتوبر من عام 2009 نظم المنتدى الأدبي في ولاية البريمي ندوة بعنوان البريمي عبر التاريخ، استعرضت تاريخ الولاية وحضارتها ونهضتها الفكرية. العشرون من أكتوبر من عام 2014 بدأت أعمال مؤتمر الخليج 11 للمياه الذي هدف إلى رفع مستوى الوعي بالسياسات والقرارات المائية وإدراك أهمية تحسين كفاءة المياه للمساهمة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون. عقد المؤتمر الذي استمرت أعماله 3 أيام تحت شعار نحو إدارة فاعلة.